اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل سلطة بالخضار. اول شيء رح افرم البندورة، بعدها منقشر الخيار لنفرمه ناعم ونحطه فوق البندورة. هلا نضيف الخيار، هلا نخلطه، نضيف الفليفل، وهلا بدنا نفرم اللخنه. هلا فرمت الملفوف، نحن بنقول له لخنه رح نضيفه. هلا بدنا نقشر البصله ونفرمها. هي فرمنا البصله ورح نضيفها. وانا بفرم الليمون مكعبات صغار، برشله الملح، بحطهم فوق السلطة. والله بحطهم ملح. نعناع ناشف. حط لها نعناع يابس. حط لها كمون. منضيف لها زيت زيتون. منخلطها منيح. ومنسكبها بصحون للتقديم. هلا هيك منخلطها منيح. نحطها بالجاط. هيك بكون طبقنا جاهز لذيذ، وهيك صار طبقنا جاهز. مقبلات مع اي وجبة تضيف ادمية، مع الفجل اللي فيه يود، اكلة مغذية. مقبلات مع اي وجبة تضيف ادمية. لا تنسونا من اللايك، عملنا اشتراك. باي باي.